Всем привет! Сегодня посмотрим турнир, где играли Na'Vi, Canina Power с призовой фондом 8000 долларов. Сегодня посмотрим, где No'Mi закрывает всех за зоной. Топ-1 от Canina Power и клатч от Na'Vi. В общем, будет очень много интересного моментов, так что влепите лайк, а мы переходим на первый матч. Первый же матч начинает команда Na'Vi. Тигзы умирает от команды Big. Сейчас дохлым он дафа на бады. Текси, кому не он нокдаун, один лап Голди. Вадох, что Голди, кому не газ, но бит M416. Исхаб аул нокаут. Кэнни, шабаб лорупиин, дохлин, аля сафхи, бана, кэльман, кэнни. Недолго думая, команда 12-18 начинает файт с паксами. Как только закончился файт между 12-18 и паксами, приходит Меку и нокает одного. Алямум, الديبي بيكون في ايدين ميكو يختف النوك والفينش على مايلكت وبالفعل يعني بيكون هنا طلع واحده بس وقدر يضمنها بالفعل بكل سهوله ميكو اللي هو في يوم من الايام يعني كان هو И сейчас хочу представлять идеальную ротацию от Гонта. No'Mi один выживает и делает очень много киллов, выживая в туалете. Посмотрите, как это очень идеально. يلعب فريق 24 7 متر ممكن انه عليه انه يلعب بهدوء ينتظر ان الفرق تخلص ممكن على بعض ويستفيد من اطراف الزون يحصل مركز اقل مركز رابع ممكن ذا التيميت يغادر المركز الثالث هناك تقدم No'Mi عليه الصبر استاذ اصبر بالزبط. خلي 12-18 وخذ مركز افضل بالضبط وشكاس كمان خمس كيلات ممكن ياخد مركز افضل من توجد فيه اوكي توريكا خطف جولدي وكانه اوكي تم التريد عليه بكل يعني سهوله الصراحه بيك لان يعني كلنا باور خلاص انت No'Mi هتعمل ايه اكتر من خلاص قدامك اربع وحوش اربع يعني ماشيين من الالمان واخدين عليه خلاص No'Mi يحاول يهرب ورا الشاك قدامه ثلاث لعيب من تيم البيج يجيب النقط الاول والثانيه وممكن الكلتش ممكن الكلتش لا يتم الاستهوان باللاعب No'Mi احذر من No'Mi احذر من لاعب متعطش احذر من لاعب مع المومنتم يا ميتشي اوعى اوعى تغلط قدام لاعب يكون يلعب No'Mi يا ميتشي تو بلتس في الام 4 اللي قصدي في اليوم بي خلاص جي لوس جيتس مينا البيك Canina Power занимает второе место мы переходим к следующему матчу Sanok 12-18 умирает. هتقول لقطة أسطورية يا سلام يا سيف على لسه كنت بحكي عن لقطة سيف على طول يعرف يمسك زاوية وخير بينك وبين فيتش خلاص مسافة رهيبة جدا بين تلات لعيبة وخلاص الكترة تغلب الشجاعة يا فيتش تالت كيل وبرضه روح رياضية بين المكان تبع النوك اوت الاول لكن لا الشمري سلاحك امسك سلاحك ازفع صوت الشوت جان كارثه بصراحه الشمري بيتبع على صوت الريلود تبع الشوت جان وكانش داري عنه ولا كان يتاكد من مكانه اخيرا عرف يجيب عليه تيم ريمينيم كانينا باور وميرايت ات كوماندي ثور فريق انا قاعد اشوف من ناحيه الفاير باور لكن No'Mi يتفاجئ بوجود الدادي الدادي يخلص عليه تيم ريمينيم мы переходим файту между Na'Vi и Big تجيب النوك اوت الثانية ميتشي يجيب تريد يعني فقط كلين مقابل كل واحدة في نفس الوقت حلوة جدا من Na'Vi ولكن ميتشي عرف يستغل الوضع بشكل جدا ممتاز اتوقع ممكن يلعبوا ناحية الهيل بس مزون الأولى لا ما اعتقدش انه يكون مبكر جدا صراحة الموضوع انه يتم كيتسوني يعني يكون هنا باليوم بي لا تفشل في المحاولة وحش الكيتسوني وحش القدر قدر تبع اللاعب كلاود 9 اهو وقع نوك اوت على طول لان جت تريد بكل سرعه من لاعبين تيم البيج وهنا يعني اتعدلت الكفه 2 في 2 سيتويشن سويف وايضا بيست هل ميكو يعمل روتيشن بيجيب لها الشوط الاولى يا سلام على الرياكشن يا ولد يا ميكو لسه بيست هنا بيكون مكمل واحد على اثنين بين زاويتين اصعب من بعض الصراحه لكن خلاص الزاويه والتغطيه وكل شيء متواجد مع وحوش الروس يا المله Пока файтились Na'Vi, команда Unique выбивает паксов. والله نسيت بس كان اعتقد الكوميونتي الروسي كنت بشوفهم بيحكوا عن معنى الاسم بتاعه على العموم فروزن ام في بي يا اخي ما تبقاش اناني يا اخي ما تبقاش توسون يلا 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 خليت عينك عليه
Посмотрите, как Кицуна закрывает соло двоих. Мишин, وفي نفس الوقت هنا بنلاحظ في نفس الوقت تيم لوني اوكي كيتسوني يعرف يجيب النقاط الاولى ممكن يكون النقاط الثانيه. يا سلام شوف الانفو اللي لعب عليها المولا, شوف الانفو واستمتع مع قادر وحش الاي جي ال بتاع فريق نافي. نافي يا نافي يا نافي. ونهاية تمر تراك 2 وتشكيله كامله للاعبين, لكن هنايك كيتسوني مره ضبط اول مره وثاني مره هنا بهذه اللحظات مكان التايمينج مناسب اذا ما عوض التايمينج يعوض بقوه الجوز الجباره الموجوده عند اللاعب كيتسوني. الضغط موجود على فريق ذا التيميت وصراحه هنا الضغط راح يستمر وضغط راح يستمر اكثر واكثر وممكن يفعلها الولد الولد كيتسوني ولم يكون نزول لاعبين فريق ذا التيميت دبل نوك داون. يا الله вот это шикарный отыгрыш от Меку, я такого не ожидал. كارلو يعني لا والله والله مش اقل من 20 رهنه. وشوف انا شفت وراك وفي السيده كف اه ده ورا ما معوش مكان يشيل الشنطه على اخرها يابا عشان اشيل اكتر من كده ده الصدور هيعملوا مخيم ويناموا على ما يخلص. اهو يا كانفاسيتي اهو يا تيتس غلبان ده ده غلبان ده شنطته فاضيه على قد حاله زين. نريد من الجمهور يكتبوا لنا شنو توقعكم منو راح يكون صاحب المركز الاول. كان يسال سيايس كوميونتي هو دو يو ثينك واز جونا وين اهو يا اور كيتسوني فروم نافي سيايس كوميونتي بليز انسر كيتسوني كيتسوني اور سودري سبورتس سودري سبورتس لا كمركز فور ذا سكند بليس ياب ياب فور فيرست بليس نو فور فيرست اوكي First place for winner winner chicken dinner. تفضل. أوكي. أكو إمكانية ديدزون راح يكون جاي بعد لحظات. والله يعني صدور لو مش مجهز حاله. أوكي. Okay. لا ثانية ليه كتير مسك الانفور؟ وات؟ لا الحق. كتير. ليه بيمسك طب يا اخي انا مش فاهم شيل ام الام 4 ليه ليه بتمسك الام 4 بعد كل ده؟ اتوقع التايم التايم اللي اذا اخذ بيه الفيرست ستيت التايم اللي ذا رمت بيه ما كان في البداية كان ممكن يتحمل اهو حرام حرام перехиливание китсуны и анализа это наверное конечно иное. А мы с вами переходим на третий матч Miramar. بطل دلع عادي اسد اسد مالك فيه شوف اللي يحصل اللي يحصل معاه اظن صعب بالظبط يعني فروزن اوكي مولوتوف استنى احسن مولوتوف احسن مولوتوف احسن فروزن احسن 1218 داخلين هم كمان على فريق النافي خساره الاي جي ال تيم تاكسي اظن شبه مستحيل انه ينقذ بس ممكن لا ذاكر روتيشن غلط موفمنت غلط تحركات غلط تاكسي قدر يستفاد من النقاط الاولى لكن بنفسنا تكروات دوخ игроков نافي لا 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 Смотрите на это кадры внимательно, это что такое, это спидхак что ли, я не знаю, напишите в комментариях, что вы думаете, что это. خذ القرار يعني من من الاجل خذ تيم اجريسيف نو بوش как сказал комментатор агрессив на пуш канина пор закрывает 12 18 остальных команд посмотрите на это и клатч олбоя и ноуми это шедеврательно это лайк يحاول يخطف هنا النقاط على ايفوستيشن ايفولوشن بيودعوا خمس تيمات في الزون الخمسه والله اللي جيب ينتهي في الزون الخمسه في مينامار زي ما انا كنت بحكيها مينامار ارض الانتصار زي ما كان بيحكيها المولا هنا الام جي 3 بيكون لاعب اولد بوي شوف التحركات شوف شوف المتعه شوف اولد بوي هنا داخل مش هم اي شيء رياكشن سريع اولد بوي يختم ويخلص ويؤلم التيمات اللي حواليه اولد بوي يكون هنا معاهم ست كلات والام جي يكون هنا معاه الفرصه بصراحه تحصيل بوزيشن لكل ارضيه المباراه البيج لاعبين موجودين هناك الى مثل فينش لكن من نيد وتضاريس سمط الكفر ممتاز فريق الكوني باور تراك وفريق ذا التيميت ياخذ الجرأه الكافيه ويتقدم اكثر واكثر وتراك تو حمد امامنا من هذه الزاويه بصوره ممتازه شنو ممكن يسوي حمد حمد يا حمد تراك تو يحاول امام فريق الكوني باور يفعلها ويسويها على لاعبين فريق الكوني باور يا تراك تو سويها للتاريخ سويها لمتعدد السنين تراك تو ينسحب الكوني باور داخلين والنومي موجود هذا الاتجاه فينش يتم الله على السويتش يا جونزو الله على الحركة جونزو أربع وحوش من الكوني باور يحتلون ميرامار يسيطرون على ميرامار متعة الكوني باور بهذه اللحظات يلا ياكس الروح خلص شيكين دينر للكوني باور بطعم الأولد بوي لكن النيد والمنشافت الألماني لا يهزم لا يقهر بل يتمدد قوي جدا هذه اللاعبين وهذه التشكيلة الشبابية والروح العنفوان روح الشباب روح الطاقة لاعبين فريق البق راح تترجم بي تشيكن دينر بيدو او للكوني باور رد وكلام اخر رد وكلام يعني جميل نومي بثري كلز هل يرفعهن للخمسه كلز هل يسويهن اكثر واكثر لان جولدي
اولد بوي طلع معلومه للشباب جولدي تعرض له دمج جولدي موجود من هذه الزاويه ولاعب لاقب بيست واوت اوف زون جرينيد موجود من نومي جرينيد بجرينيد تخيل لو صاير استاذ تخيل لو صاير كان خلاص اكتمل اليوم ختمنا كل شيء ببجي موبايل هذه الاهداف نوك بنوك والبادي اظلم نومي يتقدم مباشره على اللاعب بيست دمج موجود والدخول رعب رعب موجود البيست الان بيست يا ولد ممكن تسويها يلا يلا ننتظر يلا ننتظر هاي الدراما هاي الدراما ممكن يصير كونين يا فورز وين وينر وينر Канина Пауэр берет топ-1, а мы с вами переходим на следующий матч, где Канина Пауэр начинает свои файты. Олдбой делает минус 2. Олдбой сейчас будет قدامك مباشرة. Реакшн, رد الفعل سريع جدا من عند اللاعب جماز. جماز لم يقدر على تحصيل النقاط على Олдбой. والقوة الشبابية اللي بتكون معانا حاضرة معانا يا سلام على الانتحارية البوش البوش الانتحاري صراحة Олдбой يخطف ثلاث كلات. حرام حرام اللي صار من كونكرر. حرام اللي صار من كونكر سواه هو البوي لكن ليه البوش ليه حرام الفيكنز كريشن يحطه بهذا الشكل على طول يستقبل هنا بلعب حقه هو كمان على لاعبين تيم كونينا باور الزومبيز يا مولا شغالين هو كمان مع فريق كونينا يا الزومبيز داخلين بشكل جدا كبير وبطريقة ممتازة بالضغط لكن هنا أمامنا زيكو يتعرض لنا داون الفينش راح يتم باتجاه عالي حاول ياخذ السبام على السموك من أجل تحصيل أي هيت بوينتس على Олдбой اللي موجود بالاوبن فيلد ممكن جرينيد تغير من كل هذا المسار وعلي حاول انه يمنع الفينش ممكن او حتى على الضبق يغادرون على المركز الثالث عشان نصف 15 فريق يكون موجودين علي حصل هيد شوت وعلي يكمل ويجيب النهايه على فريق الكونيا باور Олдбой يتم اقصاء مباشره من علي بسكوب 3 ينهي احداث الكونيا باور ويجبر لاعب فريق الكونيا باور على اللعب بلاعب واحد فقط راح يكون هو مصير لاعبي فريق الكونينا باور بعد اقصاء Олдбой والنهايه اللي راح تتم علي Ну зачем так жестко Олдбоя добивать? Я не знаю, почему так делали, но это какая-то наверняка ненависть. Напишите, что вы думаете. Мне кажется, это как-то неправильно было. Лучше бы кулаком добили. Ну, в любом случае, это было обидно. Мы с вами переходим на следующие файты. وكل الناس تقول على لاعب ريزنوف مع لاعب اليسيو يحاول يخطب عليه نقاط لكن هنا بيكون 1 اتش بي ريزنوف اليو ام بي يحاول يخلص عليه بفرصه ماتش 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 بيحاول يهيئ لكن انسى الموضوع ريزنوف عليه بيخطب لك الكيل وفري النابي مش قادر يقدم لك تغطيه كاتسوني غاضب وبيمسك سني فور بيحاول يخطف هنا على طب يا اخي ليه بتبيك يا اخي ريزنوف ليه بتبيك يا اخي انت لو اتش بي هيل صراحة يعني بتحصل حاجات غريبة المولى من المجد انت ليش متعصب ستافر والله يا اخي يعني بصراحة بتحصل حاجات يعني تفهمش اللعيبة يعني بتلعب بطريقة تحس ان في تعطش للبيك انا داخل ابيك انا داخل فريد استاذ جنوب الزون يترك كل الفرق انه تتقاتل تتحارب بين بعضها وهو يروح ياخذ البوز الممكن يساعد لكن تكزي ما يرحم اي احد وينهي على اللاعب سينسيو فعليا وسينسو يكون مغادر هذه المباراة بالدقيقة تقريبا الرابعة عشر أو عذرا السادس عشر باتجاه دقيقة 17 من عمر المباراة إليمينيتد أقصى الكونينة باور اللي كان لاعب أخير باقي منهم هنا أيضا النهاية عن طريق نايفي وداشنا ويقرويت فايت أكنينة باور وجو أميرلي بس حتة إنه يكون داخل على الزومبيز أظن إنه يمكن قفزة بالنسبة لي صح ولا غلطان ممكن هي كانت أهداف الدور حول الدخول على الزومبيز وكليفر يستقبل هنا على اللاعب ماركت حاول يخطب عليه الفرصه لكن يا سلام رده الفعل العقاب بيتم فين دفاع فين دفاع والعقاب بيتم هيد شوتات يعني بتيجي على سريع فريد باكس يعني بشكل جدا رهيب زاراكيري هيكون داخل ومستمر سيف قحطان اخر اثنين مرتبط قدامك زاراكيري ظهرك غير مؤمن بالمره وبالتالي السيف يخطف كمان نوك اوت سيف يعني عمال بيسن سيفه على فريد باكس يعاقبهم واحد ورا الثاني اخر واحد لو اتش بي قحطان هي طلقه واحده طلقة واحدة بس قدام اللاعب ميركت يجيب الوايب عليهم لكن بالضبط بيخد دخل حمكو لهم باكسي وميرايدا 12-18 سانيمايد لوشي بوزيتسو قدي اتكروايد كرامتنا اكيد البنج راح يكون افضلية اللاعبين فريق 12-18 يا قحطان توري كيني على قحطان بين لاعب فريق الزومبيز هلوش لينك يجب مكانه وراح يكون تحت مرمى نيران فريق ال 12-18 بالكامل عندهم الاتنشن الكافي عن مكان تواجد حمكو الى الان هو اللاعب الوحيد اللي مو تحت الانظار حمكو يا حمكو شو ممكن تسوي حمكو ها 12-18 يا حمكو في العراق انزل وقت امام فيتش 12-18 سي اي اس بقوه
بمتعة بإثارة. والجروزة جروزة مرعبة، الجروزة مرعبة بأياد مين بأياد المرعب تلك. الجرينيدات وين يحاولون يخلصوها بالجرينيد ولا عن طريق القتال؟ حرب حرب قاعدة تكون بنهاية الإيرانجل، بنهاية أحداث الإيرانجل. المباراة تايها وال1218 يفتحون كل هذه الأحداث. النهاية تم على The Ultimate Team زومبي على المركز الثالث، والجرينيد تكون القاتمة. وينر وينر chicken. И вот и закончили катки, а вот результаты. Обязательно ставьте лайки и напишите в комментариях, что вы думаете про эту каток. Как они на Power показали себя и вообще игру про Na'Vi. И это будет очень интересно прочитать. А всем пока.